نضوي على موضوع بناء القسم الذاتي وكيف اليوم نحن قادرين نسوق الذات. اليوم هايدي دائما الشباب يعني كان في مفهوم انه نحن اليوم الشهادة الجامعية خلينا نقول هي بمثابة عصا موسى اليوم لتحقيق كل الأحلام اللي بحياتنا، ولكن أثبتت اليوم الوقائع وأثبتت اليوم التطورات اللي عم نعيشها انه لا، نحن في مهارات وفي تطوير ذاتي وفي قسم ذاتي لازم نحن مفروض نشتغل على بنائه، عم يكون كمان إذا ما عم يجاري يمكن عم يسبق ببعض الأوقات. أكيد، وعلى الرغم من أهمية الشهادة العلمية الجامعية لازم ندعم هاي الشهادة اليوم نحن بالعديد من المهارات من القدرات من الخبرات يلي فعلا رح تساعدنا أنه نحن ندخل بسوق العمل، وأكيد اليوم لكل شخص طريقته الخاصة لحتى يسوق ذاته لحتى يعرف عن نفسه للآخرين، وخصوصا يمكن إذا عم نحكي بمجال مقابلات العمل أكيد لازم نحن نمتلك خطوات معينة ونقاط أساسية نعتمد عليها فعلا لحتى نسوق لحالنا بطريقة احترافية وصحيحة. نحكي تفاصيل أكثر عن الموضوع، بسعدنا أنه يكون معنا ضيفنا لليوم الدكتور عبادة دعدوش الباحث بتطوير مهارات الشباب. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم يا أصدقائي. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. دائما نحن هيكي باستضافاتنا الصباحية بنركز على أي شيء اليوم بيطور الشباب مهاراتهم فرصهم بسوق العمل، ولكن يعني كنا عم نقول انه اليوم الاساسات بتبلش من الشخص نفسه. اليوم صح. تسويق الذات يعني هو مصطلح جدا عميق، خلينا هيك اليوم علميا نشرح شو معنات هذا المصطلح. تمام، هلا اول شغله خلينا نشرح امرين. اليوم كل الحياه صارت تعتمد على البيرسونال براندنج اللي هو تسويق الذات او شو هو مفهوم تسويق الذات. اليوم بتلاقي بانه التسويق صار اليوم يعتمد على البلوجرز اكثر ما يعتمد على شركات التسويق. يعني انت اليوم ممكن تروحين عند شركه تسويق تساوي لك دعايه تجيب لك 10 اشخاص يجيبوا لها مسمال، اما بتلاقي انه انت بتسوي عند احد البلوجرز اللي هن بعض الفنانين او المشاهير فبتلاقيهم في استفاده 1000. فاليوم احنا في عنا انه اليوم الشخص عم يفيد اكثر من المؤسسه. طيب شو هو السبب؟ هون السبب اللي هو يعتمد على تسويق الذات. كل مجال في شيء اسمه بناء الماركة الذاتية وبناء الاسم الذاتي والتسويق له. كيف ممكن نشوف هذا الشيء؟ ممكن نشوفه اليوم بحلاقين معينين أو بكوافيرية معينة أو بأطباء معينين، اسم يتغطى أو يعتدى على موضوع المصلحة تبعهم. يعني بتلاقي أنه اليوم نحن بنذكر اسم شخص من الأشخاص، هذا لحاله بيدل على مصلحة. اسم إكس من الناس يدل على الطب، هو أفضل طبيب. بتلاقي بيطلع على برا بيساوي مثلا عمليات، بيشتغل هون أسعاره تضاهي أسعار برا. طيب شو هو السبب؟ السبب أنه هو اسمه مسوق له بشكل أكبر، وهذا الشيء حنشوفه بكل المصالح. اليوم مذيعة من المذيعات ممكن تلاقيها مميزة أكثر من الباقي الأشخاص، معروفة بشكل أكبر، السبب أنه اشتغلت على موضوع التسويق الذاتي. واليوم في آليات كثيرة بوجود التكنولوجيا بوجود منصات التواصل الاجتماعي صار في عندك طريقة تسويق كثير سهلة، بس لازم يكون لها أساسات. فاليوم التسويق الذاتي هو عبارة عن أنه أنا أروج لكل أعمالي وإنجازاتي وضبطه في مكان واحد لحتى حقق فائدة سواء مادية أو سواء اسمية. هذا علميا. فاليوم نحن يجب علينا أن نهتم بهذا الشيء، لأنه اليوم الوقائع كلها بالعالم كله صار بيعتمد على البيرسونال براندينج اللي هو التسويق الذاتي. فأنت اليوم بسهولة فيك تتعرفي على شخص طالع وممكن تشتري منه غرض أفضل من شركة اليوم بالنسبة له. تمام، قد اليوم مفهوم التسويق الذاتي موجود بحياتنا عم يأثر علينا بشكل كبير؟ وخلينا نوضح بشكل عام، هل ممكن هذا الشيء ينعكس بشكل سلبي على حياتنا؟ طبعا، هلا اليوم هو موجود بشكل اكثر ما حدا بيتخيله. فنحن حياتنا كلها صارت عباره عن ماركات. ممكن اليوم انت عم تلبس لبس معين هو بيشبه احد الاشخاص المشاهير وهو روج له او لبسه بيوم من الايام. حتى اليوم اذا بتشوفوا الموضه اللي هي مصطلح الموضه، اليوم بيقولوا لك اول كلمه انه هي لبستها فلانه بالحفل الفلاني، فهي بيرسونال براندينج. انت اليوم الموضه صارت تعتمد على الاشخاص تماما. اليوم اذا بدك تساوي مثلا عمليه تجميل بتقولي فلانه مساوي هالعمليه. اذا اليوم بدي اشتري اكله فلان اكل عند هالاكله، فحتشوفي بانه هي مؤثره فينا بشكل كثير كبير، وصارت للاسف تحكم عاداتنا وتقاليدنا. فاليوم حتشوفي انه هي لها تاثير كثير كبير، تاثير بالشباب، تاثير بالكبار، تاثير بالاطفال. فبتلاقي حتى الاطفال انه راكدين على هذا الموضوع بشكل كثير كبير، حتى في عندهم هواجس نفسيه. هون
تأثيره السلبي. تأثيره السلبي يوم يكون الإنسان ما له عارفان إنه هذا تسويق، فبلش يعتقد إنه حياته لهدول الأشخاص حلوة وردية مثالية، وهو حياته بشعة. هو فعليا هنا عم يورجوك الجانب المثالي فقط، ما عم يورجوك مشاكلهم الحياتية، ما عم يورجوك الصعوبات اللي عم يتعرضوا لها. دائما السوشيال ميديا بتعرض الجانب الإيجابي والجانب المثالي بالإنسان. أكيد ما في إنسان حيطلع يحكي مشاكله، ما حيطلع إنسان يحكي شو أخطائه، ما حيحكي إنسان شو عيوبه الشخصية. فهو دائما أمام الكاميرا بيكون بأفضل حالاته، بأكثر طريقة هو متميز فيها. فاليوم كتير في أشخاص عم تتأثر سلبيا، والأثر السلبي الأكثر يوم يكونوا ما عندهم مصداقية. كيف يعني ما عندهم مصداقية؟ ممكن اليوم نشوف إحنا شخص مشهور كلامه كتير مهم، كلامه كتير مؤثر، ولكن هو إنسان لا يمتلك المصداقية، ما عنده شيء حقيقي، فيدمر مجتمع. فله خطر كتير كبير. لازم يكون في عنا وعي ونزود وعي عن هدول الأشخاص، وعي ورقابة كمان من الأهل، بما أنه عم نحكي عن فئة الأطفال. نعم. دكتور، أحيانا بيكون التسويق يقدم بشكل خاطئ. يعني اليوم أنا قادرة سوق للذات بالطريقة الإيجابية والطريقة السلبية، كيف يعني؟ اليوم بجوز سين من الناس هو من الفنانين كتير محببين لنا أو مقدم برامج، ولكن بيروح لانتقاء نقطة أو مادة أو إعلان أو تسويق ذاتي، خلينا نقول قبل عم ينزل من قيمته، بنقول تماما، ف تنفتح عليه باب جهنم على السوشيال ميديا. يعني هلا هو سوق لنفسه بس بشكل سلبي. اليوم في اساسات اليوم لحتى نحن نقدر نسوق صح، نقدر اليوم نحن ما نكون حديث البلد، خلينا نقول بالسلبي بالايجابي، شو هي اهم الاساسات اليوم مفروض نستند عليها؟ تمام. هلا في عنا خطوات واساسات لازم نتبعهم حتى نحن نقدر نبني اسم سوقي جيد. وقالت كلمه كثير حلوه بانه الاسم السوقي، الاسم السوقي هو شيء مهم جدا، اللي هي القيمة السوقية للإنسان. هلا خلينا نجي للنقطة الأولى. أول خطوة بأنه لازم يكون عند الشخص في شيء قدمه. فأول قاعدة للتسويق الذاتي أو أي تسويق بالعالم أنه يكون في برودكت، منتج مشان هو يتقدم، أو سيرفيس خدمة. طيب أنا شلون بدي أقدم هذا الشيء؟ بدي أشوف شو هو المنتج اللي عم تقدمه. هل أنت عم تقدم كلام؟ هل أنت عم تقدم أفكار؟ هل أنت عم تقدم منتجات؟ هل أنت عم تقدم خدمة؟ بدنا نعرف شو هو الشيء اللي عم تقدمه. هي أول نقطة. حدد ما هو الشيء الذي تريد تقديمه للناس، ومن خلاله تبني اسمك السوقي. الموضوع الثاني اللي بعده، هذا الشيء اللي انت عم تقدمه قديش المستوى تبعه وشو هو نقطة التميز فيه. تصوري اليوم انا مثلا عم روح عند كوافير او شخص بحلق، بتقول له انه انت ليش عم تاخذ سعر اغلى؟ يقول لك انا والله عندي نقطة تميز بالقرن الفلاني، انا عامل هي النقطة وهي النقطة وهي النقطة، انا اخذ جوائز كذا. ففي عنده تميز، فدائما انا بدي اعرف شو هو المنتجات اللي عندي. ثاني شغلة بدي يكون متميز فيها. النقطة الثالثة والاهم اللي هي انه انا بدي وثق كل اعمالي. شلون آلية التوثيق؟ هي النقطة اللي كثير شباب اليوم ما بيعرفوها، كثير شباب ظالمين نفسهم فيها. اليوم اي شيء انت بتعمله كانجاز اتمنى ان يتوثقه. شلون بنوثقه؟ بشكل رسمي وبشكل شخصي. بشكل رسمي انه انا اخذ من اي شركه انا بشتغل فيها كمتطوع او كعمل، ممكن يوم اتدرب عند مؤسسه 3 شهور، انا دائما افضل انه ياخذوا شهادات اسمها شهاده خبره. هي بتكون مصدقه من المركز اللي عم يشتغل فيه، وثم تصدق من وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل. فاليوم اي شيء انت بتعمله لازم انه تشتغل على توثيقه رسميا، وكمان توثقه شخصيا. كيف نوثقه شخصيا؟ من خلال اسهل شيء موجود مع الانسان اللي هو الموبايل. معلش وثق كل عمل. بعض الاشخاص بيقولوا لي طيب هذا تكبر او هذا نشر. بالعكس، اليوم نحن بحياتنا يجب عليك انه توثق اعمالك، لانه ما حدا حيصدق كلامك غير لما يشوف انجازك. يعني ممكن اليوم اقول لكم انه انا مثلا دربت 10,000 شخص. طيب حتقولوا لي حلو كتير الكلام مو مثل الفعل. فانا لما اجيب صور وفيديوهات لاكثر من 10,000 شخص حضراني عندي، فشو حتقولوا وقتها؟ انه هذا الكلام صح؟ صحيح. فاليوم التوثيق هو مصداقية عالية بالنسبة لك. طيب اذا كان هذا التوثيق مو بس مصور بجهاز، حتى انت اخذ شهادة من المراكز اللي انت عاطي فيها او من الوزارة انه انت عاطي هدول الاشخاص، فصار عندك مصداقية على هذا الشيء، كتير بيساعدك. فاليوم اول خطوة مثل ما قلنا معرفة شو هي الخدمات والمنتجات اللي انت عم تقدمها. ثاني شغلة تميز فيها، نقطة تميز فيها. نقطة ثالثة وثق اي شيء بشكل رسمي وبشكل شخصي. النقطة الرابعة وحد كل هدول الأماكن بمكان واحد خاص لك. يعني العالم اليوم انت قد ما وثقت وما نشرت،
شو بيستفيد؟ وثق كل هدول الأعمال من خلال التواصل الاجتماعي أو من خلال موقع لك أو من خلال أي عمل ممكن تشوفه بالنسبة لك. اليوم في عندك اللينكد إن اللي هو الموقع الرسمي للسي في اللي من خلاله برا بتلاقي إنه هن من خلاله أقسام الموارد البشرية والمدراء وأصحابين الأعمال بيدوروا على الموظفين. فاللينكد اليوم لينكد إن هو موقع مثله مثل الفيسبوك بس ثقافته جدا مجهولة بالنسبة للسوريين وهو أهم أساس لإيجاد الوظائف خارجا. فأنا اليوم لازم إنه اليوم نحط كل إنجازاتنا ضمن هذا التطبيق مثلا مشان نحن نشوف نتائج منيحة ومشان نحن ننشر أعمالنا اللي وثقناها. النقطة الخامسة ممنوع منعا باتا النشر بشكل عشوائي أو نشر ما يزيد عن الحقيقة. شو معناتها؟ بتلاقي في أشخاص مثلا حضر عندهم 30 شخص فبيكتبوا 100 شخص، هون مشكلة كتير كبيرة لسبب بسيط جدا ولا متسع للباقي. لأنه هي الفكرة، لأنه اليوم هذا الشيء هون بيساوي عدم مصداقية. فالقصة ما بتجي بيوم وليلة. اليوم كتير في أشخاص بتلاقيهم بيحبوا العجالة، أنا بيوم بدي يصير، لا، عملنا عمل استراتيجي. وأي شخص وصل باستراتيجية تعب واشتغل على نفسه وطور من نفسه واشتغل أيام وساعات. فأنا اليوم بدي أشتغل نقطة نقطة حبة حبة مثل ما بيقولوها زنك زنك. أكيد يعني ذكرت دكتور عبادة نقطة كتير مهمة إنه إحنا اليوم ما لازم بس نكتفي بالكلام. نعم. لا، إحنا لازم نوثق بأفعال لحتى يعني نورجي الشخص الثاني القدرات والمهارات الموجودة عندنا. طيب بهذا الحديث اليوم لحتى لما نكون بمقابلة عمل بتلاقي كتير من الأشخاص بتبالغ بالتسويق لذاتها، بتلاقي تقول أنا بعرف، أنا عملت، أنا اشتغلت. هذا الشيء يمكن ينعكس بشكل خاطئ على شخص. خلينا نوضح اليوم قديه مهم التسويق الذاتي بس التوازن بدون مبالغة. تماماً. هلأ أول شغلة في عنا مشكلتين. المشكلة الأولى الشباب اللي هن ما بيسوقوا لنفسهم أبداً. فهن الأوائل بمجالاتهم عاملين إنجازات كثير حلوة بس هن ما بيحبوا إنه يوثقوا، ما بيحبوا إنه يصوروا، ما بيحبوا إنه ينشروا أعمالهم، فبروحوا على حالهم فرص كثير كبيرة. تماماً. فأنا بدي أطلب لكل شاب إنه معلش وثق، لأنه التوثيق هو اللي بيحكي عن إنجازاتك. الشيء الوحيد اللي بيدل على إنجازاتك هو توثيقك. تمام. فأرجوك وثق حتى لو شغلات بنظر العالم هي جدا تافهة. بتذكر في دكتور سان من الأشخاص اللي بعرفهم كان كل سن بيخلعه بيحتفظ فيه، بيطلب من المريض أنه يحتفظ فيه. فبيوم من الأيام فتت لعنده كان عنده 10,000 سن، وصل لهاي الدرجة. هو يمكن أي طبيب أسنان يكون خالع 10,000 سن بس ما له عرفان قديش العدد. أما هذا الإنسان لما يفوت كل ما يكتئب بيفوت على هذا المكان حاطهم بغرفة خاصة، بيفوت لعندهم بيقول يا الله أنا خالع 10,000 سن، فأنا عندي 10,000 مريض. فاليوم أنت اليوم في عندك إنجاز. اليوم يمكن واحد يقول لي طيب هذا مبالغ فيه، تفضل على الغرفة بتلاقيها. تمام. طيب هي النقطة الأولى. النقطة الثانية الأشخاص اللي بيبالغوا حتى يقدروا ياخذوا وظائف. اليوم قد ما كانت انت عم تبالغ اكثر ممكن تكون خبراتهم مانها ممتازه بس انه قادرين يحصلوا على وظيفه بسبب المبالغه والتسويق. تماما. هلا اليوم اي شيء انت عم تبالغ فيه الكذب حبله قصير، بينكشف بعد فتره قصيره جدا. يعني اليوم انا قلت انه انا مثلا دربت 2000 شخص. طيب اليوم تعا الصوره ممكن حدا حضران تعرف على مدير الشركه قال والله ما حضروا 10، هي اشكاليه. فانا اليوم ما بقدر انه سوق بشكل مضاعف ومبالغ فيه لانه دائما الكذب حبله قصير. فدائما حاول تكون منطقي، حاول تكون واقعي حتى لو الموضوع اخذ معك مده اطول بس حتشوف نتائج اجمل لما تكون انت حقيقي من دون لا زياده ولا نقصان. فالتوازن امر مهم جدا في هذا الامر. واليوم كل ما كنت متوازن اكثر كل ما حتشوف نتائج اعمق واكبر وكل ما حيكون لك تاثير اكبر على المجتمع. طيب دكتور خلينا هيك بعنوانين نقولهم انه اليوم التسويق الذاتي او بناء القسم الذاتي معتمد على نقطتين، الصدق والتوثيق. اليوم كونه عم نحكي عن التوثيق، شو رأيك نوثق خلال كاميرا الإخبارية اليوم إنجازاتك؟ يعني كمان كنا عم نحكي تحت الهواء أنه اليوم أنت عامل كمان شغلات كتير حلوة وإيجابية للشباب، فخلينا هيك نحكي اليوم عن ضمن عملك الشخصي. طيب اليوم أول شيء اليوم بالنسبة باليوم هو تاريخ 9/9 هو عيد مولدي بصراحة. فهذا اليوم أكيد بدنا نعيدك كل عام وأنت بألف خير. هذا اليوم أنا بيعني لي كثير لأنه من خلاله أنا بلشت رسالة هي رسالة العمل على تطوير الشباب وإلهام الشباب وتأثير الشباب. اليوم نحن دربنا 10,000 الأشخاص. طبعا كل شيء هذا العمل موثق وموجود وحاصلينه بمكان واحد مشان العالم تشوفه. اليوم دربنا 10,000 الأشخاص، حاولنا أنه نفهمهم 3 أسئلة أساسية: من أنا؟ أين أنا؟ إلى أين أنا ذاهب؟ رغم هالظروف الصعبة ورغم الأوضاع اللي ممكن نسميها اليوم أنه هي شوي صعبة
او كثير صعبه بالحقيقه. اليوم يجب علينا انه نشتغل على انفسنا ونبني اسمنا، لانه اليوم لما تبني اسمك بشكل صح وتسوق له حيصير في لك قيمه سوقيه. مثل ما قلتي قبل شوي انه الانسان اللي بيحط حاله بمكان غلط نزل من قيمته. تماما، هذا هو المصطلح الصح. شو يعني القيمه؟ هو القيمه الشخصيه او الذاتيه لاي انسان. فانا اليوم عم ببني قيمه لنفسي، كل اي شاب اليوم ببني قيمه لذاته حيصير له ترويج، حيصير في له قيمه سوقيه. ممكن يكون بالمجال بتلاقي انه سعره أغلى من باقي الأشخاص. فاليوم كل إنسان في عنده قيمة سوقية مثل أي منتج، فلازم نشتغل عليها ونطور منها ونعمل عليها بشكل أكبر. وهذا الشيء اللي إحنا سوينا بفضل الله عز وجل من خلال عشرات آلاف الأشخاص، من خلال تقديم عديد من الدورات المجانية. الهدف الأساسي إنه إحنا نوعي الناس ونعطيهم أمل، ورغم إنه اليوم الوضع صعب ولكن اليوم أملكم بأنفسكم. أكيد، يعطيك ألف عافية. طيب خلينا نحكي عن قدمهم. اليوم الشخص يعرف نقاط القوة الموجودة عنده، وبنفس الوقت يعرف شو نقاط الضعف يعترف فيها، ما يخجل منها، يقول إنه ممكن يحسنها مع الوقت. تماما. هلأ خلينا نحكي على نقطة هي مهمة جدا. اليوم في قاعدة اسمها SWOT analysis. حدا بيعرفها SWOT analysis؟ SWOT analysis هي أفضل استراتيجية علمية إدارية ممكن الإنسان يطبقها حياته، اللي هي أربع نقاط: شو عندي فرص، شو عندي التحديات، شو عندي نقاط ضعف، شو عندي نقاط قوة. كل شيء بالحياة يوم تشوف نقاط قوته ونقاط ضعفه والتحديات والفرص فيك تنقي الاستراتيجية الأفضل بالنسبة لك. فأنت اليوم لازم تعترف بنقاط ضعفك، لأن نقاط ضعف هي مو عيب، هي شغلة أنت فيك تعدل منها وتحسن منها. لازم تشتغل على نقاط قوتك، لأنه كل ما اشتغلت على نقاط قوتك، كل ما وثقتها وكل ما نشرتها، كل ما حترتفع قيمتك بين نفسك وبين الناس. فاليوم أهم شيء أنه اليوم يشتغل واحد على نقاط القوة، ما يتلبك من التحديات اللي صار. اليوم في تحديات كتير كبيرة، وبصراحة هي أكثر من طاقة الإنسان، ولكن لما يكون نقاط قوته قوية وهو واثق من نفسه، واثق من أعماله، واثق من إنجازاته، عم يسوق لنفسه بالشكل الصح، حتلاقي أنه بيقدر يتغلب على أغلب التحديات. تمام. وهي النقطة المهمة جدا، أنه الإنسان دائما يركض على الفرص ولا يسأل على التحديات. لما تتبع هدول الاستراتيجيات حتلاقي بأنه حياتك حتكون أفضل، حتلاقي إنجازك أكبر، مسارك حيكون أقوى بكتير. وهذا الشيء كله حنشوفه من خلال كل الرياديين وكل الأشخاص المؤثرين في المجتمع، حنشوف أنه هذا الشيء نجح معهم سواء داخل سوريا أو خارج سوريا، كانوا أساسات بحياتهم اشتغلوا عليها. نعم. دكتور، بدنا نتشكر حضورك لليوم، وهيك من خلال صباحنا بنقول لك ينعاد عليك بكل الخير والصحة. أيام هيك جميلة يا رب، إن شاء الله تكون بانتظارك. شكرا لك، ونتمنى هيك اليوم شباب ربنا يقدروا ياخذوا حقهم وفرصهم بسوق العمل. شكرا دكتور. اكيد بنشكرك دكتور، لانه دائما بتعطينا هيك معلومات مهمه ومحفزه وايجابيه لفئه الشباب. يعطيك الف عافيه. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك.